السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنرسم النهاردة الفنان توفيق الدقي. ناخد نسخة من الصورة الأصل أو دوبليكيت ليف ونشدها على جنب. دلوقتي هناخد عينة من الميدتون ونحدد الفرشة الأساسية، وناخد درجات اللون الأغمق فالأغمق. طبعا اعدادات الفرشة خدناها قبل كده، تشيك على ترانسفير بين براشر، ولكن ممكن نعطل بين براشر في اول استخدام، ممكن نعطل بين براشر في الاول. هنعمل الشعر في طبقة مستقلة فلير جديد بفرشة الشعر. هنعمل لبس فلير جديد، بناخد درجة اللون طبعا من الصورة الأساسية بالقطارة. هنبدأ نشتغل على الوش ونوضح التفاصيل، درجة أغمق من درجة الجلد، من الدرجة الوسط للجلد. نبدأ نحط الدرجة اللي بعدها بفرشة حادة. هنلاحظ ان الظل في المنطقة دي يتعمل بفرشة حادة. في أماكن الظل فيها لازم يكون حاد. الإضاءة طبعا هناخد الدرجة بتاعتها من الصورة الأصلية. يعني ما ينفعش نحط لون فاتح وخلاص، لازم يكون درجة من درجات الجلد بس على أفتح. هنراعي إن في أماكن فيها الإضاءة وفي أماكن الإضاءة فيها في تلاشي. ممكن نعملها فلير منفصل وممكن نشتغلها في نفس اللير بتاع الوش، بس يفضل إن الإضاءة تتعمل في لير منفصل.
نبدأ نحدد التفاصيل الصغيرة. يعني نخلي التفاصيل الدقيقة دي تكون في مرحلة متقدمة. الأول بنحط الألوان الخفيفة بمساحات كبيرة، وبعدين بنحط الأغمق، وبعدين بنحط التفاصيل الدقيقة. ألوان العين لازم ناخدها من الصورة الأصلية، ممكن نحط كل حاجة فلير، وممكن نشتغلهم في طبقة واحدة، ولكن يفضل ان هي تكون في لير، كل حاجة في لير منفصل. طبعا الخلفية بتاع العين مش درجة لون واحدة، ولكن عندنا الأبيض اللي هو متشبع بالإحمرار على خفيف، الحواجب بنعملها بفرشة رفيعة، يفضل من 1 بكسل لتلاتة بكسل السمك بتاعها. طبعا الشفايف عندنا 3 درجات أساسية، اللون الميت واللون الغامق واللون اللي بنستخدمه في الإضاءة، وبعض التفاصيل اللي بتتعمل بالفرشة. هنراعي طبعا توزيع الظل والإضاءة في الشفايف زيه زي أي مكان في اللوحة. نرجع طبعا كل شوية نراجع على اللي عملناه. هو الصورة الأصلية طبعا فيها عيوب في الكوالتي، ولكن احنا لازم نتعامل معاها، يعني ما ننقلهاش بنفس العيوب اللي فيها. المكان ده مهم جدا ان احنا نشتغل فيه، لانه هو اكتر مكان بيبرز الظل بتاع الوش. هنلاحظ ان هنا في الجزء بتاع الظل في الخد في جهة فيها تلاشي، وفي جهة الظل حد فيها من جوه. هنزود الظل. هنفضل نشتغل لحد ما نوصل لنتيجة مشابهة. طبعا الوش ما بيبقاش مساحة لونية واحدة، هو بيتأثر بعوامل الزمن، في أماكن يكون فيها تشوهات، في أماكن اتأثرت بالعوامل الخارجية، ما بيكونش الوش كله مية واحدة.
هنا الكوالتي بتاع الكوالتي بتاع الصورة الأصلية مش قوي، مش قد كده، فبعض الأماكن ممكن ما تطلعش مظبوطة قوي، ولكن هنحاول نجتهد بقدر الإمكان. هنزيد من وضع التفاصيل، كل شوية هنبص على اللي اتعمل ونشوف ايه اللي ناقص ونزوده. هنراجع اعدادات الفرشة، ممكن نلفها، ممكن نلف الكانفاس نفسه من التابلت عشان اقدر اشتغل الخطوط دي بانسيابية. كل ما قدرت اراجع شغلي طبعا كل شوية يكون افضل عشان اوصل لنتيجة افضل. الحواجب فيها اماكن فيها الظل واضح واماكن فيها الاضاءة، وده مهم ان احنا نبينه. هرجع تاني للشعر بفرشة عادية، مش فرشة الشعر، اعمل خلفية للرسم للخطوط. وارجع تاني بفرشة الشعر اعمل اللون الفاتح، واقفل اللير، اقفل العين بتاع اللير بتاع الطبقة الاساسية للشعر عشان اقدر اشوف اتجاه الخطوط اللي انا عاملاها في السكتش. طبعا عشان انعمها لازم امسح الاطراف بالاستيكة. ممكن اغير المود بتاع الفرشة لسكرين او لدوتش كولر. الشعر بالذات محتاج شغل مستمر، يعني اشتغل شوية واسيبه وبعدين ارجع له ابص عليه من بعيد، هلاحظ الفرق، هلاحظ اذا كان مظبوط او اذا كان لسه في حاجة غلط. هراجع اعدادات الفرشة وهاخد الفرشة الأساسية وأتأكد من تشيك على ترانسفير، راجع الإضاءة، هنبدأ نحط تفاصيل اللبس. طبعا هنبدأ بالظلال الفاتحة اللي هي درجة بسيطة أغمق من الدرجة الأساسية،
وبعدين الظلال الأغمق، وبعدين الظلال الحادة، كل ما كان الظل قريب من التانية كل ما كان حاد وقوي. الظلال القريبة حادة وقوي، الظلال البعيدة بتكون بتبدأ حادة وقوية وتنتهي متلاشية. بعد كده نحط التفاصيل الدقيقة بفرشة رفيعة، مهم ان احنا كل شوية نبص، مهم ان احنا كل شوية نلقي نظرة على الريفرنس ونتأكد ان احنا شغالين مظبوط. هنسيح الأماكن اللي محتاجة إن اللون يكون مندمج مع الدرجات اللي حواليه. طبعا التسييح بالميكسر براش تول أو بالسمدج، وممكن بالفرشة نفسها الأساسية. يفضل إن احنا نجرب فرش من اللي هي بتدينا عشوائية في التلوين، مش عشان تديني الملمس بتاع التكتشر. نبدأ نحط الإضاءة، طبعا معروف لما بيكون في تلوين الأقمشة أو الألبسة إن الأماكن العالية بيكون هي المضيئة والأماكن الداخلية بيكون هي المظلمة. عشان نسيح الألوان، عشان الميكسر براش تول يديني فعالية في التسييح، الميكس لما قيمته تكون 100 بيكون في فعالية في التسييح. لما بنكون عايزين اللون اللي احنا مختارينه يظهر كامل بنخلي قيمة الميكس 0.
فرشة عادية ونعمل الخط ده. نحرك ممكن طبعا معانا الاوبشن بتاع تحريك البروجكت عشان نشتغل الخط ده بانسيابية. هنرجع نشتغل الظل اللي تحت القميص بدير منفصل. بفرشة حادة نرجع للشعر نتقل على النهايات، ممكن بفرشة الشعر وممكن بالفرشة الأساسية. ممكن نبين الصورة الأصلية عشان نراجع إذا كان الاوتلاين مظبوط، لان احيانا السكتش ما بيكونش كافي. هناخد الفرشة الاساسية ونغير المود بتاعها عشان نعمل اللمعان البسيط. وبكده نكون خلصنا درس النهاردة، وان شاء الله نتقابل في درس جديد.